السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمد حمود للتقنيات. النهاردة إن شاء الله هناخد إضافة على جوجل كروم للكمبيوتر أو اللابتوب، إضافة بتربحها الأموال بالعملة طبعا بالروبل. اللي ما يعرفش الدولار بيساوي 72 روبل بعملة اليوم. أنا معايا دلوقتي رصيد 4 روبل، أنا هسحبه قدامكم عشان تتأكدوا مدى صدق الموقع. هنضغط على الثلاث شروط دول وهنقول له ويزدرو أو السحب. بعد كده بيقول لي اختار الكمية، أقول له تأكد بس الكمية كام. هنكتب 4 علامة 4 4، هنقول له ريسيف ابين كود، هيجي لنا كود على الايميل. ادي الكود جبناه من الايميل، نخش على الموقع ونعمل بيست ونقول له ويزدرو. دلوقتي انا معايا في بيير 39 روبل و6 من 10 دولار، هعمل ريفرش عشان تتاكدوا. بقى 43 و6 من 10، يعني فعلا اتضاف الفلوس. وعشان نتاكد هندخل على الهيستوري، هندخل على المعامله دي، هيقول لي سكسس 4 روبل، يعني هو خد 44% عموله. ده تم نقله خلاص، وبكده ده اثبات السحب الخاص بالموقع. هندخل بقى على الموقع ونشوف هنشتغل ازاي عليه. اول حاجه بعد ما تسجل في الموقع هتقول له ايرن سيرفنج او كسب المال عن طريق خدمه المواقع او وزاره المواقع. بعد كده بتنزل الاضافه، هتقول له انستول، دي اضافه من جوجل كروم، هتقول له اضافه. بعد كده تقول له اد اكستنشن. بعد كده الاضافه بتتفعل، نضغط على العلامه بتاعه الاضافات ونعلم علامه جنب اضافه لاما توب. بعد كده تظهر لنا فوق، هنضغط عليها، بنعمل هنا دي اكتف، هي معموله كده مظبوط اكتف. وبكده يبقى على طول اي ما تشغل اي موقع على طول هو هيجيب لك اعلانات، والاعلانات دي هتكسبك فلوس اوتوماتيك. طيب دلوقتي ممكن نكسب تاني من الموقع ده. هنقول له ايرن تاسكس او مهام. المهام دي عباره عن ايه؟ بيقول لك مثلا سجل في الموقع ده وهتاخد مثلا 5 روبل. الموقع ده مثلا هتعمل فيه مهمه انك انت هتشوف فيديوهات مثلا معينه او هتتفرج على حاجات معينه وهتاخد 10 روبل. هنا عن على انستجرام هتشتغل عليه او هتعمل ريجستريشن مثلا او تسجيل لحد او متابعه لحد او لايك لحد. هنا برضو 3 روبل، المهمة دي ب3 روبل. هتعمل مثلا registration with activity، يعني هتعمل كمان نشاط الى جانب التسجيل وهكذا. عشان تسحب في الموقع على حد السحب 4 روبل على بير، هتضغط هنا وتقول له withdraw او السحب. عشان تحط بياناتك، بيانات السحب، هنخش على settings اخر حاجة، ونحط عندنا حساب ياندكس وكيوي والبير وادفكاش. بعد كده هتكتب الباسورد وتقول له submit. خلاص، موضوع بسيط جدا، ده عشان تضيف البيانات الخاصة بيه. طيب هنقول له ايرن وسيرفنج، هو كده هيشتغل مع نفسه. اي حاجه هيظهر لك اعلان في اليسار، الاعلان ده هيكسبك فلوس باستمرار بدون اي مجهود. طبعا دي مش حاجه اساسيه للربح، دي حاجه جانبيه الى جانب المواقع اللي انت شغال عليها. انا هسيب لكم المواقع دي كلها في الوصف اسفل الفيديو، وهسيب لك رابط الموقع ده في الوصف اسفل الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل اعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.